3 حبات بطاطا متوسطة أو حبتين، نصف ضمة سبانخ مغسولة ومفرومة، بصلة مفرومة، 1 ثوم مهروس، ريحان طازج إذا توفر، 1 كوب كريمة طبخ، ملح وفلفل أسود، وملعقة صغيرة بابريكا، و3 كوب ماء. هاي بالنسبة للشوربة. هلأ وأنا برا الهواء بلشت أقلي البصل عشان البصل بياخد وقت، فهيني بلشت أقليه زي ما أنتوا شايفين، ورح أقلي معه الثوم، خليهم يتقلوا على راحتهم. خليني أحط البطاطا لأن البطاطا بتاخد وقت. البطاطا مقطعة زي ما أنتوا شايفين، مقطعة مكعبات كمان لأن هي كمان رح تنهرس هلا بس تستوي. بنحط الكوسة على النار، بنقلبها مع البطاطا عشان تستوي. بلشت البطاطا هيك تتدبل شوي، خليها تاخذ راحتها، نحركها وبعدين بنزيد لها السبانخ. السبانخ طبعا هلا بتلاقوه كتير، فش شوي ولا بتلاقيه ضمر وصار يا دوبك. بشوف قديش مفيده وقديش في طعم فيها زاكي الشوربه. هلا بدنا نحركها، متأكد انه السبانخ نزل لتحت. هلا حركناها وهلا بنحط لها البهار الوحيد اللي بنحط لها اياه هو البابريكا. هاي البابريكا حلوة، مش المفروض انها تكون شوربة بتحرق، هي شوربة عشان تستوي. نزيد لها مي لحد ما انه يغمرها لانه هلا لسه بدنا نحن نهرسها بالماكينه. هلا رح تاخذ المي نتفه وقت علشان تسخن، نحركها ونتركها دقيقه هيك، نتركها على راحتها انها تستوي. هلا زي ما انتم شايفين الشوربه صارت ما شاء الله استوت، والخضار اللي فيها طريت. هلا ما راح احط الريحان، هلا راح امعسها واطحنها قبل. بعدين انا طفيت تحت النار فما بخوف. هلا هيك تمام. طبعا بقدرش اقول لكم انا شام الريحه بتشهي كثير زاكي، وجت شوربه جديده وتغيير عن الشوربه الثانيه. بعدين هاي فوائدها كثير، يعني اذا الواحد اكل معها شويه قطعه دجاج خلص وجبه كامله كلها خضره وبطاطا، فيها نشا وفيها خضار وفيها، فبتنبسطوا عليها كثير ان شاء الله. وبنحط عليها شويه كريمه اللي بحب. هلا هي الشوربه جاهزه، اللي بحب بيحط عليها شويه كريمه. بنحركها بنحطها على النار مع الكريمه بالضبط دقيقتين بس، قبل ما بس الكريمه تدخل في الشوربه. هلا بس قبل ما تمرق هاي الدقيقه بس بدي اقيم الاغراض من هون عشان ابلش بالملوخيه. تمام هاي خلصنا هون، نقيم الاغراض اللي بدناش اياهم. هيك نحن امورنا تمام. نجيب الدجاج هلا بنقدر بس نشوف الشوربه بس هيك، يعني طلعت بالون واحد هيها ما شاء الله صارت جاهزه، بنقدر نسكبها. خليني اسكبها. شايفين كيف هيها استوت وبتجنن. اسكب اول كم من معلقه بالطريقه هاي عشان ما تطرطش، عن جد ريحتها كثير زاكيه.
شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل إشي جديد.